بيكم وان شاء الله يا ربي تكونوا بصحه وخير وعافيه. ان شاء الله يا ربي العام الجديد بالبركه وبالرزق وبالمحبه بالمحبه، ويعني نحبوا الناس هذه قلناها في نهار راس العام، وبربي خلينا ديما نحبوا بعضنا ونعديوا لبعضنا الباهي والخايب الطبيعه، باش نمشيوا للمرشي كل نهار باش نسهلوا على الحره دبارتها وباش نعرفوا الاسوام تتسويت. معاك نورهان بكار، مرحبا. بخير حبايبي. يا نورهان وينك؟ شنو حوالك؟ هاني الحمد لله. تحسك هانك في هانا؟ وينك وينك فيك؟ يلا وصحصح وقول لي شنو الاسوام. يلا يلا نبداو باللحوم. اللحوت عنا لوراتا ب 15500، قاروس 18900، القرنيط 35900، وشذرات 30500. وين الاسوام تاع 4000 و5000؟ لا ما فماش 4000. ما فماش. باهي بداية طيبة باهي. يلا قولي قفة شنو فيها. بالنسبة للحم فما الهبرة ب 25 والمخلط ب 14. نقلوا للغلة. نقل. البرقدان بين 18100 و 15100. والمدنينة 2000. وبالنسبة للخضرة فما طماطم دينار، وفلفل ب 18100. القارس 2500، البطاطا ما بين 700 و 1600، والجندانة 2500، لفت 500، البروكلو بدينار، والسناريا بدينار و 500. كهو كملنا القفة. كملنا القفة. هذول اللي اخترت الحاجات اللي أنت تاكلهم، والحاجات اللي الباقي ما عطيتهم الناس بالقفة هكا. شكرا لك نورهان، والله غدوه غدوه نورهان جيب لنا اللي ياكلوه التونس الكل. انت تحسك هكا اخترت مش تاكل، اخترت البرقدين واخترت الحوت الغالي زاد، ما اخترتش هكا الحوت نتاع الزوي ولا نتاع 4500. فماش جمله هو ما فماش. يقول لي انت مشيت المرشي مش في تونس، انت ما نعرفش وين مشيت. شكرا لك، هذه قفه صبحيه. شكرا لها. شوي اخر نرجعوا في عيش حره باش نحكيو على التغيرات الهرمونيه ما بعد الولاده. خليكم معنا في الاستماع.